نروح بقى لمنتخب مصر الاول، وامبارح ادوا تدريب كان خفيف بمعسكر الفراعنه في استاد برج العرب الاسكندريه، ده في اطار طبعا الاستعداد لمواجهتي انجولا والجابون ضمن الجوله الخامسه والسادسه من مشوار التصفيات الافريقيه المؤهله لنهائيات كاس العالم 2022 زي ما حضراتكم عارفين. المران شهد كمان انضمام احمد حجازي مدافع اتحاد جده السعودي، احمد ياسر ريان مهاجم التاي التركي، في انتظار طبعا كمان وصول بقيه اللاعبين المحترفين مصطفى محمد، محمد النني طبعا بالاضافه للنجم محمد صلاح. ومن المقرر البعثه ان هي هتطير بقى لانجولا بكره الاربع تحديدا على متن طائره خاصه لخوض المباراه المرتقبه يوم الجمعه، قبل طبعا ان تعود البعثه للقاهره بعد كده مباشره استعدادا لمواجهه الجابون في ختام مشوار التصفيات المؤهله للمونديال يوم 16 نوفمبر تحديدا المقبل. بيامل اكيد اتحاد الكره موافقه الجهات الامنيه على بقى حضور، هنا بنتكلم 30,000 مشجع استاد برج العرب. كمان عايز اقول لحضراتكم بالمناسبه منتخب مصر بيتصدر هنا منافسات المجموعه السادسه من مشوار المرحله قبل الاخيره من طريق التاهل لنهائيات كاس العالم 2022، بيحتل كمان الصداره برصيد هنا 10 نقاط. وبعد كده لو هنتكلم على الترتيب الاخر، ليبيا تاني واحد مفروض 6 نقاط، وانجولا ثلاثه او الثالث يعني ب4 نقاط، وبيجي بعد كده الجابون رابعا ب3 نقاط، ده لحد دلوقتي يعني. فان شاء الله خير. ان شاء الله.